طيب ماشي، نشوف تقرير مع نادي المنصوره اللي اتكلمنا عنه في فتره من الفترات وقلنا ان هو بيستعد للموسم الجديد، عنده مشاكل من الدعم بتاع المحافظ. خلينا نتفرج على التقرير، بعد التقرير هستقبل الاستاذ اسامه خليل. عايز نطول الوقت شويه لان الاستاذ اسامه عنده مشاكل كتير النهارده، وربنا يسر ان شاء الله النهارده على الحلقه. ان الفريق وهو في المعسكر جه زار الفريق وقعد معاهم واتغدى معاهم، وبعدين هو طلب دعم من السيد وزير الشباب لنادي المنصورة، واضافة الى ذلك فهو عمل دعم حوالي 1,000,000 جنيه بطريق يعني كويس بشكل قانوني كويس، وان شاء الله يعني الدعم ده طبعا مش هناخد 1,000,000 جنيه في ايدنا لحسن الناس تفهم غلط، لا يعني على مراحل ان شاء الله يبقى نقدر نلم 1,000,000 جنيه ده يبقى في ايدنا باذن الله. من غير كسوف ومن غير حاجه، مفيش دعم من المحافظه خالص لنادي المنصوره بعكس الانديه التانيه كلها. انت شايف بورسعيد بيدفع فلوس قد ايه وبيصرف ملايين، الاسماعيليه هو المتولي الرياضه بالكامل، احنا الاهليه مش من دلوقتي بس من دلوقتي وقبل كده مفيش دعم خالص. احنا عايزين نعمل معسكر مفيش فلوس معسكر، عايزين نعمل حاجات الامكانيات ضعيفه جدا. حل الناس كلها بتنتقد مجلس الاداره ان هم بيبيعوا لعيبه، انا عايز اقول ان الحل الوحيد علشان خاطر نادي المنصوره يمشي هو بيع اللعيبه. ما هو لو جالنا دعم من المحافظ او جالنا دعم من المحافظه او جالنا من الوزاره، الناس تبدا تلوم مجلس الاداره على انك بتبيع اللعيب بتاعك. احنا بنضحي باحسن ما عندنا، يعني احسن لعيب عندنا واحسن امكانيات اللي بيجيله عرض بنضحي بيه عشان خاطر نقدر نمشي نفسنا. فيعني من خلالكم بتوجه للسيد المحافظ بمناشده، بقول له نادي المنصوره نادي كبير نادي عريق، كل الانديه اللي موجوده مع نادي المنصوره لهم كامل الدعم وكامل الاحترام، انما نادي المنصوره هو النادي الام، نادي المحافظه كلها كل الناس بتعرف نادي المنصوره. فبقول له بنشده من خلالكم ان هو يبص نادي المنصوره كويس ويدعم نادي المنصوره. هو في دعم بس احنا عايزين دعم اكبر من كده، عايزين نقف جنب نادي المنصوره عشان نرجع لمكانه الطبيعي الدار الممتاز، عايز نروح مكانه الطبيعي، فلازم يكون في دعم من محافظ ومن الناس الدهليه كلها، يعني الناس الدهليه كلها تقف مع الفرقه عشان نصعد ان شاء الله زي في مكانه الطبيعي. المحافظ قاعد معانا واتكلم معانا كلام كويس وقعد ودعمنا، دعمنا جنب المعسكر في جمصه ودعمنا بالكلام ودعمنا ان هو هيقف جنبنا ويحضر كل الماتشات ويقول لنا كل يعني كل حاجه انت متاحه ليكم ان شاء الله نعملها لكم ان شاء الله، بس ربنا يكرمنا ان احنا نصعد دوري ممتاز ان شاء الله. كل المحافظين في جميع المحافظات، محافظة اسكندرية، محافظة الغربية، محافظ مطروح، موفرين كل دعم الفرق اللي عندهم. بتمنى ان المحافظ يقف في ظهر نادي المنصورة، نادي المنصورة مش نادي قليل، لكن الظروف اللي بمر بها نادي المنصورة ظروف عصيبة الفترة دي، نتمنى ان المحافظ يقدر ان الموارد قليلة في نادي المنصورة، نادي المنصورة بيعتمد على بيع لعيبة والكلام ده كله، والسوق زي ما انت حضرتك عارف ان السوق الفترة دي بقدر المستطاع قليل، فنتمنى ان المحافظ يقف مع نادي المنصورة، خصوصا نادي المنصورة نادي من يعني ايه يعتبر نادي رقم واحد في الدهلية. اكيد المحافظ موفر لان الـ 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 الانديه الثانيه مش احسن حاله مننا، زي ما قلت لحضرتك الانديه الصغيره اللي في الاقاليم زي نادي المنيا وزي نادي اسيوط والانديه الثانيه برضو اكيد المحافظات مش موفره لها او موفره لها، بس نفس السياسه ونفس الحال موجود عند المحافظات الثانيه، فده بيخلي ان احنا عندنا مشكله في اداره، مش في محافظه او في كيان مدينه، لا عندنا مشكله في الاداره. مفيش دعم اساسا ولا عمرنا شفنا اي يعني المحافظات التانية، بشوف محافظات تانية بتدعم فريقها، فرق زي بورسعيد، فرق زي المحلة، يعني المحافظات كلها بتعمل حاجات كويسة ما عدا المحافظ هنا مفيش اي حاجة، يعني ما شفناش منه اي حاجة لفريق المنصورة خالص. دعم المحافظة بيبقى دعم قليل، يعني يا ريت بقول لك هي راجل اعمال يتبنى الفريق وهو اللي او شركة تتبنى الفريق وهتشوفوا فريق المنصورة ده هتلاقيه احسن من مش هقول لك يتنافس على دوري، صدقني هياخد دوري.